الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله جيت نتقاسم معكم هاد الفطائر اللي درتهم من العجينة المورقة اللي كيجيو هائلين وساهلين في التحضير وما كيطلبوش بزاف د المقادير. فهنا كما كتشوفوا معايا انا خديت العجينه المورقه او لاباط فويتي، خديتها من محل تجاري، هي كتكون رخيصه ما غالياش. وغادي نقبط، انا خديت جوج، وحده غادي نديرها مالحه وحده حلوه، وحده غنديرها بمربى ديال المشمش اللي هو الكونفيتور. وغادي كما كتشوفوا ساهله، غادي نلويها على بعضها بحال هذه الطريقه هذه، وغادي نعاود نرد عليها هذاك الورقه اللي كتكون فيها، وغادي نديرها في المجمد تقبط راسها باش ملي نجي نقطعها ما تسيحش. وهنا خديت الثانيه، قديت هنا الصلصه ديال مطيشه او الطماطم، غادي نديرها على شكل بيتزا عاديه، بيتزا غادي ندير مطيشه طون كما كتشوفوا، وغادي ندير عليها الفرماج محكوك وشويه ديال الزعتر. وتقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا، خضار، الفلفله، اللي بغيتو. المهم انا اكتفيت بهذا الشيء. هذا غادي نلويها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيها بالورقه ديالها ونردها للمجمد باش تقبط راسها. نقبط واحد البيضه، نزيد عليها القشده الطريه، وغادي نخليها على جانب. هنا جبت الاولى اللي هي الحلوه كما كتشوفوا، انا راني ما خليتهاش، من الاحسن انكم تخليوها هذا باش تقبط راسها. انا كنت مزروبه جبتها، بقيت كنقطع على هذا الشكل هذا، وكنحلها وكنديرها في الصينيه باش نديرها في الفران اللي هو غادي يكون ديجا عندي سخون، ويكون على درجه الحراره 150، ونخليها طيب على خاطرها. ومن بعد غادي كما كتشوفوا معايا هنايا، دابا راني كنديرها في الصينيه، غادي ندير عليهم من الفوق شويه ديال هذاك اللوز مهرمش. اللوز اللي غادي ندير فوق منها مهرمش، راه هو ما محمرش خضر، باش ملي يطيب يتحمر مع العجينه، ماشي يكون محمر ويتحرق ليا. ها هو دابا اللوز اللي قلت لكم غادي نديرو فوق هذوك الخبيزات ولا الحلوات، وغنخليهم. وغادي ندوز باش نجبد هذاك الرولو ديال البيتزا اللي هو هذا، راه قبط ليا احسن من الاخر، قلت مزيان كيتقطع بسهوله وما كتسيحش لا مطيشه لا والو، لان جمد شي شويه. فها نتوما كما كتشوفوا غادي نديرهم حتى هما في الصينيه ديال الفرن. قبل خصني نحلهم باش ما يجيوش لاصقين على بعضياتهم ويجيو مدورين. صافي، ونديرهم في الصينيه، وغادي ندهنهم بالبيض، داك الخليط البيض والقشده الطريه، ندهنهم مزيان من الفوق باش يتغطاو، وغادي نديرهم في الفران. صافي، دابا ملي جبتهم من الفران نتوما كتشوفوا كيجيو محمرين هادو المالحين. غادي هما سخونين، غادي ندير عليهم الفرماج محكوك باش يذوب معاهم، وغادي نقدمهم بالصحه والراحه. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وإلى وصفة قادمة بإذن الله. خليتكم الراحة ومع السلامة.